still in the whole nation. I'm an Amazigh. My land is under occupation. You occupy my land. يا عبيد البخاري انتو عب محتلين عرضي. That is my land, Amazigh. You should go back to Arabia. Go back to Arabia where you came from. العديد من المغاربة الآن في المغرب ينادون بنفس المطلب الذي تقول عنه، وأنهم يدعون إلى أمازيغية المغرب، ديمقراطية البلاد، ديمقراطية الوطن، وقانون الوطن ودستور للوطن من المواطنين، ولا ولا العبودية، ولا العبودية التي يتمسون بها هذا قنان شبه الرجال الذين يعرفون ما يجري في بلاد العبيد. الله يخليك، الله يخليك، خليني اسولك اسئله باش نكون عندنا شويه من الضمين. خلينا اصبر. يا دوكوا، يا دوكوا، احسنت صح. تحدث حتى بالعربيه خليني. الله يخليك، الله يخليك، خليني غير قول لي علاش بلادي تدوا لي هو تدير بلادي الامازيغيه. دير معايا السجوب، دير معايا السجوب. لا دير معايا السجوب. بلطجي ما ندوش معاك. يا اخي بلطجي، دير معايا السجوب. نهضر معاك على البلطجي يا اخي. طيب انا نهضر معاك على البلطجي. هل وفي، هل انت، هل انت، هل انت، هل انت مغربي؟ نعم انا امازيغي. انت مغربي امازيغي؟ نعم. هل تدعم الصحراء المغربيه؟ الصحراء لاهلها واهلها المغاربه، الامازيغ هم اهل الصحراء وشمال افريقيا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الآن، الان متى اخر مره انت رايت فيها الملك محمد السادس الذي تصفه بالديكتاتور، متى رايته اخر مره يرتكب جريمه ما؟ يرتكب الجرائم الان، لانه الآن يخسر الأموال الطائلة، أموال الشعب الأمازيغي الذي يموت جوعا وبردا وقهرا في جبالنا، في أنفقو. وادرسوا قضية أنفقو التي أخذوا ثرواتها وقتلوا شعبها وقتلوا البهائم. تلمجي ديالك لهنا كان بسبب آش؟ معارضة لهذا النظام الشرس اللي هو جهنا، وخسر 70 ليموزين وما عطاش لافير المغربي، عطاها الفلسطيني.